عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. طبعا بعد شوية رح يكون لنا حديث مع سيدي نيلة دوغان نائبة القابلات القانونية بلبنان، وطبعا رح نحكي عن النقابة ونشاطاتها. بس قبل خلينا نروح لعند الشيف جاهز. أنا عرفتني شيف شادي الكبير. ايه بالفعل كبير كتير. قد ما كبير رح تفقع. رح نروح نحن وياكم عند شيف شادي ورشة ملح. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بتاني فقرة اليوم مع الشيف شادي، معنا 13 دقيقة. ما تفتكروا إنه ما عندي أجوبة لجوزيف حويك، بس جوزيف حويك عنده وقت أكثر مني على الهوا، هذا هو بس اللي مخلصه مني. قول إيه؟ مش مظبوط. مظبوط. في الواحد يرد بكلمة صغيرة هالقد قد ساعة حكي. ما أنت عندك المجال الواسع، بس ما عندك الهيك العفوية. هو شو حسابك برا اليوم؟ بلشنا بطريقة حلوة اليوم، نعمل البيبينكا. يا سلام يا سلام، يمكن كمان عم بلفظها كلها غلط، بس انه بتنكتب بيبينكا او بعدين اخر شيء جي اش ا. المهم انه هي نوع من الحلويات المطعمة بجوز الهند او كلها جوز الهند، يلي بتنعمل او بتنطبخ بورق الموز. فيها تكون مثل الكب كيكس، يعني بيحطوا ورقة موز وبيصبوا هالخليط بقلبها، اوكي، وبعدين بيحطوه اكيد بالفرن. وفينا نعملها عادي كانه عم نعمل صينيه الصفوف بالبيت، او صينيه كمان من النموره او غيرها او غيرها او غيرها. شو عملت؟ انا هلا خلصت هون، حطينا 3 من البيض، ضفنا لهم من بعد ما انخفقوا مزبوط 2 كوب من كمان الرز الناعم او طحين الرز اللي هي ذاتها كمان بالاخر، وضفنا لهم 200 جرام من الجبنه البيضاء القابله للدهن. يعني هون عم نطعمها بالجبنه، عم نعملها كمان بطريقه جميله ومالحه، اوكي. يعني فينا كمان نشيل الجبنه ونحط محلها كوب واحد من السكر، بيطلع معنا كمان البيبينكا المضبوطه. ما طلعوا لي اياه بالشاشه، الله يرضى عليكم، هيدي الفقره كلها لالي. اوكي، واحد. اثنين، لما جينا حطينا كمان من بعد ما حطينا هالاثنين كوب من الرز الناعم، ضفنا لهم ملعقتين كبار من الزبده او 3 ملاعق، وفيكم ما تضيفوا الزبده بالخالص اذا مش جاي على بالكم. وحطينا بعدين 3 ملاعق من جوز الهند العادي، يعني جوز الهند هو هيدا العادي يلي منعرفه، اوكي، من دون اي منازع، لانه يستعمل كثير بالحلويات ومن ارخص انواع جوز الهند. هذا جوز الهند او قلب جوز الهند المبروش موجود هون. عندنا من حليب جوز الهند، غالي شوي، يعني كل شيء 400 جرام حقهم شيء 4000 5000 ليره. فينا نجيب اذا ما بدنا من طحين جوز الهند، اوكي، يعني اللي شفتكم اياه انا قبل بشوي، اللي هو الكوكونات كريم باودر، موجود منه كمان بالاسواق، او مسحوق زبده جوز الهند، موجود كثير وسعره مش غالي. ليش مش سعره مش غالي؟ لانه الباودر تبعوله كل 3 ملاعق بدهم كوب واحد من المي، وبنخلطهم وبيصير عندنا كمان حليب جوز الهند او شيء قريب منه. تطلعوا كيف هو مثل الباودر العادي، بجنن، موجود كمان بكل الاسواق. تنقول ما لقينا هيدا وما بدنا نشتري كمان حليب جوز الهند، فينا جوز الهند نفسه هو ذاته يا شيف شادي ننقعه بالحليب العادي، اوكي، ونجي نعصره مزبوط، اللي بيطلع عنا بنستعمله محل حليب جوز الهند. لك انا 3 من البيض، ملعقتين قصدي 2 كوب من حليب جوز الهند، وعندنا او 2 كوب الا شوي، يعني اللي شفناه هون طلعوا، يعني كوب و75 هيك شيء، مع 2 كوب من الرز الناعم، يعني كل كوب من الرز الناعم بده حوالي الكوب من حليب جوز الهند، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، 3 ملاعق كبار من الزبدة، و3 ملاعق كمان كبار من الطحين، بدنا نقول، أو جوز الهند المبروش العادي. يا سلام، طعمناهم بالجبنة، ما بدنا جبنة ونحط سكر، صاروا جاهزين يا شيف شادي هون. يلا على صينية مدهونة بالزبدة، أوكي، أو مرشوشة بالزبدة، يعني الباتر سبراي، أو مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالطحين، أو كمان فينا ندهنها بالطحينة، الطحينة العادية، طحينة السمسم يلي بنعمل منها متبل الباذنجان، أو بنعمل منها كمان الحمص بالطحينة. واضح؟ لما دام ما فهمت، طيب أوكي. اللي ما فهم هلا أو اللي ما فهم، رح أرجع على الساعة 12:05 أرجع عيد الوصفة من أول وجديد. قد ما حبيت العيد الوصفة، اوكي، فحابب هيك تقتنعوا فيها او على القليله تعملوها مره بالشهر ببيوتكم، والحلو جاي بعد شوي. طيب خلونا اول شيء نحرك، طلعوا هالمزيج الحلو، البيكنج باودر اللي بقلبه، واو، هون انا عندي الصواني الحلوين، بجي طلعوا هالعجينه الحلوه هيك، يا سلام يا شيف شادي،
نروح كمان على صينية تانية قد ما بدكم تعملوها سميكة، بس انه حلوة تكون شكلها مثل شكل النمورة او سماكة النمورة، النمورة اللي هي البسبوسة او بتشبه البسبوسة اللي هي بتشبه الهريسة. اوكي طلعوا كيف، اكيد الهريسة عم بحكي عن هريسة الحلو مش هريسة اللحمة. طلعوا كيف هون، واو يا سلام يا شيف شادي بهالطريقة هيك، طلعوا كيف كتير حلوة. برجع باخذ شوي حطهم هون ويلا يا شيف شادي، واحد اثنين ثلاثة نجي هني لوحده، واو وهول لوحدهم، وبتركهم هلا هون بقلب هالصواني حوالي العشر دقايق قبل وضعهم بالفرن، بدي خلي طحين الرز او الرز الناعم يرتاح شوي صغيره. اوكي لانه لما انا بجي بخلط اي نوع من الدقيق اليوم مع انواع من الليكويد هيك شو بيصير معنا؟ بيتكون عندنا الماده الممغنطه، يعني هالالاستيك انتم بس تعجنوا الطحين اوكي مع المي بيصير عندنا ماده، هالماده يلي بترجع بتنضم على بعضها اذا ما ارتاحت، يعني بترجعوا مثل العجين امبارح حكينا عنه كمان، اذا ما ريحنا العجين بنلاقي بس نمد العجينه بتلاقيها بلشت تتزم على بعضها، فهيدي شغله كمان كثير مهمه. طيب يا شيف شادي اوكي، شو اسمها هيدي الماده؟ تذكروا اخ لازم كلكم تعرفوا شو اسمها هيدي الماده يلي بتتكون عندنا بس نخلط انواع من الطحين مع انواع من السوائل. يعني ما لازم بقى تسالوا هيدا السؤال لانه السؤال لازم يكون صار معروف. فيلا فتشوا عليها وبعد شوي صغيره رح نحذركم بهذا الموضوع او نحذره لجوزيف. اثنين يا شيف شادي، لقوا شو عندي هون؟ عندي وصفه رح اقدمها بعدين هي الريدس او الشريمس المخلوط مع الخبز المطحون، يعني مقلي بطريقه حلوه، واخترت اليوم الريدسات اللي بيعقدوا الكبار اللي بجننوا، يعني انا اليوم جايب معي الجامبو، يا سلام، بعده شوي صغيره عن الكوكونات، طلعوا كيف؟ حلوين، هلا بدي اقشرهم بعد شوي، بقشر اثنين منهم رح فرجيكم بعدين، رح انقعهم بعصير الحامض والخل شوي، قبل ما اروح بعدين ضفرهم الثوم، وبعدين بمرقهم بالطحين بالبيض وبعدين بالخبز المطحون او الكعك المطحون او الكورن فليكس المطحون ومنقليهم. يا ماما شو طيبين، اذا بنعمل حدن بطاطا شرائح شوي سميكه الويجز اللي بتعقد، هلا بتشوفوها كمان قدامكم. بس بدي اقول لكم شغله، انه بشو بيزينوا البيبينكا اوكي بفيجي او بجزر فيجي؟ هاي البيبينكا اللي عملناها من بعد ما نعملها بدنا نزينها، بدنا ندهنها بالزبده، نحط عليها جوز الهند، والبيض الموجود هون اللي عم نغليه هلا هو بيض اكيد راح يصير مسلوق، من بعد ما نسلقه منبرده، من بعد ما نبرده منقشره، من بعد ما نقشره للبيض عنا منخل، مننخل البيض المسلوق، جاي مفعل نخله، يعني مش انه بحط البيض وبعمل هيك اوكي، لانه اكيد ما راح ينزل معي مثل الطحين. بجيب البيض ببلش مرقه بايدي مزبوط مزبوط، بنلاقي انه بينزل حبوب صغار من تحت، راح تشوفون كمان بعد شوي على الساعه 12:05 كيف بدي اعملهم. وشو بعمل بعدين؟ بحطهم اذا بدي، اذا كنت بالبيت بحطهم على ظهر البراد، هيدي العاده اللي بنعملها ببيوتنا ما هيك، او فينا نحطهم بالبراد حتى شي ساعتين بيصيروا عندنا بنشفوا بيزينوا فيهم البيبينكا او الحلو اوكي المنفيجي اللي جاي اللي عملناه هلا على طعمه جوز الهند. طيب مشوا معي كلنا سوا لهون تنشوف اول شيء كيف عملنا شرائح البطاطا يا شادي. اوكي هيدي بطاطا بدنا نعمل بطاطا ويجز، طلعوا كيف؟ نجي بنغسلها اكيد، بنخليها بقشره، بنقطعها، خليكم معي شوي، قطعها بهالطريقه، طلعوا كيف؟ وبعدين واحد اثنين، واذا كانت كبيره مقطعها اربعه، يعني واحد وهي اثنين، عرفتوا كيف؟ تناخذ واحد ثاني مثلا هون، هيدي كبيره شوي ناصحه، اوكي؟ نعمل هيك، وحده وهي اثنين هون، وهي ثلاثه وهيدي اربعه، بعقدوا، وهيدي وحده وهيدي اثنين وهي ثلاثه وهيدي اربعه، بقشرها وفينا نقشرها اذا بدنا يا احبائي. طيب انا عندي هون محضرون اللي راح اعمل، كبينا المي، ضفناهم حطيناهم هالبطاطا لقلب كمان وعاء اكبر حتى يصير عندنا سهل انه نخلطهم، بنزيد هودي كمان عليهم ويلا، واحد بنبلش ملح، اثنين
بابريكا، بابريكا حلوة مش حارة، بابريكا الحلوة، لأنه في عنا البابريكا الدولشي والبابريكا البيكانتي، أوكي مكتوب عليها بيكون، أو البابريكا الحارة. بنروح على الكركم، أوكي يعني الكركم كمان بيعطينا لون حلو وجميل وطعمي. وبنروح هون على الخردل البودرة، يا سلام على الخردل البودرة، بس نستعمله بالمطبخ قديش طيب، يا سلام. أوكي واحد عمل هيك، وهون كمان عنا الخردل البودرة، وهلأ منروح على زيت الزيتون. ما يعني هلأ بس شو بدنا نعمل؟ منخلط، منحط بالصينية، ويلا على الفرن. برجع بعيد بسرعة، قطعوا مثل ما بدكن، قطعوا البطاطا مثل ما بدكن، أوكي؟ بس نحن عم نعملون هالتقطيع الحلوة العالم تعودت عليها، أوكي؟ إن كانت المقلية العادية أو الويجز العادية اللي هي هالشرائح اللي شوي أسمك من البطاطا المقلية اللي بتضل بقشرة، حتى إذا بنشتريها مرات مجلدة أو فروزن بنلاقيها كمان بقشرة، وفي أنواع مش بقشرة. طيب بدي أقوله إنه من بعد ما حطينا الملح حطينا كمان من البابريكا الحلوة، حطينا من الكركم، حطينا من الخردل البودرة، وضفنا عليهم من زيت الزيتون. هلا بنخلطهم بنحطهم بقلب صينية ويلا على الفرن. شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نروح على الريتسات الحلوين هالجنبو، بدنا نقشرنا شي 3-4 تنشوف بس كيف بيتقشر معنا بأي طريقة، مع الحفاظ على ال شو بدي أقول؟ الراس والدنب. يعني أنا بدي أقشر القريتسي بس بدي حافظ على راسها ودنبها يضلوا معلقين فيها، مش أنا أجي شوية اليوم إن كان على الشوية أو إن كان على الفحم أو أقلية ولاقي راسها بمحل ولاقي دنبها بمحل، بتغير شكلها مش حلوة أبدا. طيب واحد، أول شيء خلونا نجيب سكين صغير لأنه في عندنا كمان كيس الرمل، فرجيكم على قليلة وحدة أو اثنين قبل ما نرجع لعند جوزيف كمان وضيفته. أنا عندي حبة القريتس هيك، أنا صرت قايلها مليون مرة بس ممكن كمان يكون في حدا عم يتفرج علينا هلا جديد اليوم أو ما بيعرف كمان كيف بده يشتغلها. عندنا هون اسوارة أو خاتم، 2 3 4 5 6، أربعة بدنا نشيلهم واثنين بدنا نخليهم، يعني بنروح هون بنمسك هيك، هول اثنين شلناهم طلعوا، برجع كمان هول اثنين شلناهم، يعني صار عندي المعلقة هون طلعوا، هيدي هون هيدا بعدها معلقة، هيدا بيقول الخاتم، وهون عندنا خاتم تاني كمان بعده معلق، طلعوا هيدا الخاتم معلق بالدنب. يعني شو بيعمل هيدا الخاتم؟ بحافظ لي على الراس يضل كامش الدنب، وهيدا الخاتم اللي هون بحافظ لي انه انا كمان امسكها بايدي اذا بدي واجي شو اعمل؟ اكلها، يعني انا بمسكها بايدي هيك اذا بدي بعدين وبجي بسحبها، بتعطينا كمان شكل جميل. طيب موضوع طب خلينا نعمل وحي تاني بسرعه يا شيف شادي، لكن انا عندي 1 2 3 4 5 6، بنشيل نحن اربعه، يعني نص صينيات الاربعه بنشيله، هو اثنين وهون كمان اثنين، دن اخذناهم هيك حطيناهم شي محل. نجي على النص هون، كل ما كبرت حبه القريدس او حبه الجمبري كل ما كيس الرمل بقلبها كان اكبر، كان معبى اكثر. سو اللي بدنا نعمله نحن بدنا نشيل كيس الرمل من قلبها، بنعمل هالزيح هيك بالطريقه، طلعوا كيف أنا عندي الكيس الرمل الموجود بقلبها هيدا هون، أنا لازم شيله، لأنه لما بيكونوا صغار وإذا كانوا بيحتوي على رمل قليل بقلبهم ما في مشكلة، أوكي ما منحس فيهم بس بدنا ناكلهم، أما بس يكونوا كبار دغري منحس. هلا مش كلهم يمكن بيحتويوا، رح نشوف هون، ها هيدي هون ما فيها كيس رمل بقلبها، يعني بتعقد بتجن. واو رح اعمل هذا العمل هلا، رح انقعهم بعصير الحامض والخل شوي صغيره، وبس ترجعوا لعندي رح نشوف الطريقه اللي بدنا نعملهم بانيه فيها ونقليهم ونقدمهم كمان مع البطاطا يلي هلا بدهم يدخلوا على الفرن. لكن البيبينكا اوكي عنوان الحلقه اليوم، عملنا الخلطه، رح نغسل هلا كل شيء ورح نرجع كمان نفرجيكم اياها على الساعه 12:05، كما انه رح نرجع نعيد كل شيء حكيناه اوكي بطريقه نستوعب مزبوط الحلقه، حتى لو حلقتنا لليوم هي قصيره وبتنتهي اليوم على الساعه 12:35. جوزيف هيك بقول لك شيف نرجع نشوفك اليوم ولا خلص؟ انا ما خلصت، انا قلت جوزيف عم بحكي، خلص خلص ما انا بعد عندي وقت، بعد عندي دقيقه يا خيي، انا الليدر هون، انا بقرر انت الليدر هون ايه وانتم صدقتوا بنرجع لك بعد شوي، خلص هلا بأديك. إذا سؤالي عبر صفحة الفيسبوك كان قد إيه مهم تحبوا شغلكم؟ ليك قد إيه بحب شغله؟
ليك قد ايه بحب شغلك، قد مبروكين الجوط الجديد. بعمرك يا رب نفرح منك. ريتا جوشريان كثير الانسان لازم يكون يحب شغله طبعا. حياة الحموي صباح نور جوزيف، مفروض نحب شغلنا لانه اذا ما حبيناه ما بيطلع شغل من قلبنا. على فكره بحبك انت والشيف بس تزركوا لبعض. ثانك يو لك حياة. بس ثاني مره بس حطي جمله بحبك انت و هيك شاف حدا تيري صغيره او تحت شحطه. مجد ابو غوش صباح الخير جوزيف، صباح الخير. قال لك يا مجد بلو اسبرانزا كثير منيح نحب شغلنا ولو ما كنا بنحبه. انا مع المثل يلي بقول حب ما اللي بتعمله لا تعمل ما تحب، ما تعمل اللي ما بتحب. اوكي منيحه هيدا المثل، اول مره انا بسمعه. ضياء المعموري، اذا حبيت مجال عملك بتكون مبسوط بتحقق نجاحات. يعني طبعا الجواب كله موافق على هالموضوع، الانسان لازم يحب شغله لانه بقضي اكثر من نص حياته بهالموضوع هذا وبيقدر يتقدم ويتطور اكثر اذا كان مبسوط مطرح ما عم يشتغل. بقى يا مدراء قد ما فيكم تتواصلوا مع هالموظفين وهالعمال ليحبوا شغلهم اكثر واكثر، لانه بس يحبوا شغلهم بانجو بشكل افضل. نحن وياكم مثل ما ذكرت لكم من شوي، ضيفتي رح بتكون سيدي نيلا دوغان نائبه القابلات القانونيات بلبنان. رح نحكي عن النقابه ونشاطاتها وامتين تاسست، ولكن ناخذ بريك وبنرجع. خليكم معنا.